كل سنة وكل امرأة مصرية بخير وبصحة وبسعادة. احنا بنحتفل بمئوية المرأة المصرية. رسالتنا انت اصل الحكاية، انت اصل حكاية بلدك ووطنك واسرتك. من 1919 ل 2019 100 سنة مروا على المرأة المصرية، 100 سنة في كفاح وعمل مستمر، 100 سنة بتحلم بحقوق، بتحصل على حقوق، بتحافظ على حقوق، وبتحلم بأكثر وأكثر وأكثر في عصرنا الحالي. كل سنة وكل مرأة مصرية بخير، كل سنة وكل أم شهيد وزوجة شهيد بخير. وتحية كبيرة جدا لسيدتنا في كل المحافظات. كل سنة وأنتم طيبين.